الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هؤلاء القوم الذين هم سلمان العودة وسفر الحوالي وعايض القرني، هؤلاء من الناس التكفيريين ومن الناس الذين يثيرون العوام على الدولة، وأقوالهم مكتوبة ومسجلة ومعروفة، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله منها. وحتى عايض القرني الذي يقول صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. وبعد ذلك يأمر من يطيعه بأن يجاهدوا الحكام، ويقول لا تبخل بدمك الطهري، دمك الطهري لا تبخل به. وكذلك يسمي جماعته الشباب، يسميهم عبيد الإيمان، ويسمي رجال الدولة سميهم عبيد الأرض، وما أشبه ذلك من الكلام. وكذلك سلمان العودة أيضا كلامه في الفتاة الملتزمة معروف، وهو إثارة على الدولة، وهو أمر بالخروج، وهذا كله مخالف لما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال عن هؤلاء أنهم من العلماء، إنما هم من الخوارج. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقيهم شر هؤلاء الخوارج، فإنهم يريدون بالدولة وبالناس يريدون بهم سوءا، لكن نسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يريدون. أما زيد المرخلي وربيع بن هادي فإن قالوا فيهم ما قالوا فمواقفهم معروفة، قالوا حقا والحمد لله، وسجلوا حقا وأمروا بحق، وهم من أهل العلم الذين يجاهدون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله. فإذا كان هؤلاء يقولون فيهم فإنما يريد الله عز وجل أن يتحملوا ما عندهم من الخطايا، وأن تزيد يعني خطاياهم، خطايا هؤلاء الذين يتكلمون فيهم، وأن يضاعف لهم الأجور يوم القيامة.